بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في أموركم جميعا. تعدي الفعل فعلي فعلي ولزومه تعدي بلي مضاف استجاري بخوي مبتدأك باب لزومه بلا ما قال هذا باب وكيل قلبي ولزومه. ايه علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. ايه نشان فعل متعدي او بلك يعني هيك ابو مصدركين نشيتوا وقع عميله هيك بغير مثلا المراجعة عملتها يعني الحفظ عملته اقرا وابو بيت فعل متعدي استغفر الله. ايه فصل به مفعوله ان لم ينوب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. كواب منصوب كبن فعل متعدية مفعول به كي أقردانا نشتو لجي فاعل وكنت تدبرت الكتب لها مكتبة كانوا ودبوا استغفر الله استلير يا وعشاك الكتب مفعول به ومنصوبة لم دو شعر معناه كبزان يشي لفي أبي هذا بابه بلي هذا باب التعدي تعدي الفعل فعلي ولزومه. ايه وفيه رتب وفيه رتب المفاعل رتب المفاعل ليه بابا ياك تزيله مفاعيل. ايه الان بابي باسي تعدى ولزومي فعله تا باسي مرتبه مفعول كان جكا كمان ولا فيش ثلاثه كمان داي علامة الفعل المعدى اي المجاوز المجاوزي المجاوزي الى المفعول به ان على اقل مجاهن ابن افرمي اقل مجاوز بخوان يواني هرب بفتح الواو اسم مفعول كالمعدى المجاوز الى المفعول به تعدى في اكراه ولا مفعول به مجاوز بعشرة كواب علم المجاوز الى المفعول به ان تصل هاء 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 تعود على غير مصدر لذلك الفعل به نحو ايه هذا نشان فعل متعدي تعدي بيكراو يعني فعل كتير بران ربي ولا مفعول به او بلك يعني هيك بقرت هو غير مصدر فعلك وكو بلك يعني بو فعله وكو عمل فانك تقول تقول الخير عملته الخير عملته يا حد كان درس اسمكو الخير عملته يا الخير عملته فتصل به هاء هاء تعود على لا غير مصدره كخيرك يا خير مصدري او نيه واحترز بها بويك قلتها غير مصدرين خوي باردس من هاء المصدرين هي كبتيت هو مصدر كي خوي بيت مفعول مطلق نابت مفعول به فإنها توصل بل فإنها توصل بالمتعدي نحو ضربته زيدا أي الضربة وباللازم نحو قمته أي القيامة خوي لزماني عربية الله نجاري ويا ضمير سيته هو مصدر يكلف فعلك هناك يعدلوا هو اقرب للتقوى هو شتو عدلك لا يعدلوا فهمك ليه هو شتو جاء ام هيش كما فعلك والك اقرب مصدرك اسوء مصدر فعلك اسوء هم بل متعدي والك ضربته زيدا يعني ضربت الضرب زيدا بلازم شو والك قمته يعني قمت القيامه قمته يعني قمت القيامه هيك هو قيامه شتو انا اللي قمت فهمك ليه تتمة ومن علامة أيضا أبو هيك اللي يلزم دون خورني من علامته أيضا أن يصلح لأن يصاغ منه اسم مفعول تام بلا تام كقمت فهو كرب يا إشارة كمقت كرة أي جنية كمقت فهو ممقوت وإخوانا هلا والله ومن علامته أيضا أن يصلح لأن يصاغ منه اسم مفعول تام كمقت فهو ممقوت ممقوت إيه كاك اسم مفعول ذو جهلة تام هي ومعدى بحرف جر هي أستا ضارب ضرب مضروب هي اسم مفعول تام فلا مرابع ممرور به هو بناء تام يلا معدا بحرف جر ابي جاليك اللي كان فعل متعدي دي سان اويا كبلك اسم مفعولك تامل يدرس كي بحرف جر استموقت يعني خلق رقيليتي وكبر الرجل ممقوت
يعني قروان أبو لازم هو لازم قال به يكيب أبو لازم درس موقتا يعني خلق رقيان ليتي بكابري رغلي أبوش بيلنسي ممقوت موقتا يسمى لا كنا موقتا والله فعل بناء مفعولة كيت فرمو قال في شرح الكافية والمراد بالتام الاستغناء خوي بالتمامية لا يمنس بالتمام الاستغناء الاستغناء عن حرف جر الله كل شيء كافية ما بس قال تام به يعني حرف جر يعني يا اسم مفعول لك فلو صيغ منه فلو صيغ منه اسم مفعول مفتقر مفتقر الى حرف جر يسمى لازما كغضبت على عمرو فهو مغضوب عليه عليه غضبت على امر بعلى تعدى كلوه اي اسم مفعول لك شيء تامنيه الله مغضوب عليه غير المغضوب عليهم فانصب به مفعوله الذي تجاوز اليه بي منصوبك او مفعولك تجاوز كلوه ولا لم ينب عن فاعل مشيت مفعول به الذي فاعل دان نشتبه نحن تتبرت الكتب ومعلوم انه ان ناب عن فاعل رفع بلا رفع و كرتي كلمة كارتا بخوش دزاني في عشي زيرك يقال هذا الذي فاعل داني المجرور به مرفوع ها مرفوع ايه فرم توي كاكي ولازم غير المعدى وحتم لزوم افعال السجايا كنهم ايه كذفعلل والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا آفرين إيه فعل لازم أو فعل غير فعل متعددين أو كضمير يكبو غير مصرب تيتوبيا أو إن الكي إيه وواجب لازم من أو فعلاني كذا لسر صفة سرشت يا كان سجية يعني سرشت طبيعة إنسان هندي صفات هي الذي ندورها بأو كسبينية سجية بخوي حياتي صفتي سرشتي وزيركي تملي نوسني وانا هم صفتي يعني سرشتين كابرا وخد رشتي نكروها كنهيم او كنهيما با هلا دي واخر يعني هروها افعل الله هر فعلك شو بابي اقشع الروا بزان ايوز لازمة هروها المضاهق عن سسا ويوقع عن سسا الثلاثي مزيد فيه بوبا افعل لا بابي افعل لا ايوز هر لازمة وما اقتضى نظافة هل فعلك شكل هذا كان سات باكو خانية هذا كان سات شابالي وبي سي ايش هرشيا لازمة دوبارة او عرضا او عرضا او طاوع المعدة لواحد كمده فامتد هل وها قرهات وما اقتضى عرضا يعني لازمة او فعلي كدا خوازي سي كدا خوازي معناه كعرضة يعني ديو اروى صفتها سلوشتي ناروى صفتها هي يكتبر لإنسانة هي بلام أروع أو صفتاني كسرشتين وأرون زرنا منه يا فعلك مطاوعي فعلي متعدي ولا يق مفعول بك وكو مده فامتد ايش هالشي لازمة ايه تي امجا نوس كنهي ما زور خور زور خور بو فرمو وفعل لازم غير الفعل المعدى فعل لازم وهو فعل متعدين به يعني كوابو وهو الذي وهو الذي لا يتصل به ضمير غير مصدر إيه. او فعل كبيون لك ضمير كشتب غير مصدر كي خوي اما هيك مصدر كي الشيطان قمته قلت من ابي ايه ويقال له ايضا قاصر وغير متعد ومتعد بحرف جر سنا يتريش هي كرة غير واقعي شي بيان اللي هنا لا غير واقعي شي بيان هو كرة للتصريف فقيع علي فرمو حتم قاصر هنا قالت مفعول به كرتا اي كدري ربيته مفعول به المتعدي يعني ارتعدانا تعدين نافرته تي نافر مفعول به وحتم لزوم افعال السجايا واجب لازم من افعل عند هذا كان سرشتك هانونا غورن جمع السجية وهي الطبيعة يعني سرشت إنسان كنهما إذا كثر أكله كاتي زور خور به إيه. وظرف كاتي الرخوش به وكرم كاتي بيوشاق إنساني باش به وشرف كاتي الرزدار به أما أنا هم صفتي سجيا طبيعي بان ظرف ما أنصى أي شيء كرم شلوى
ظرفان الرخوش أي شيء ظريف إنسان الرخوش وكذا حتم 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 لزوم ما كان على وزن فعل الله هل هو واجب لازم بأو فعل وزن يفعل الله بأو كإقشعر بتخفيف اللام الأولى وتشديد الثانية دي. كقشعر واطمأن وكو أمدوانا لو فطلبيك ما بلين برسي إقشعر وزن قلت إفعل للللل كزماني كيف تسري زوكا وكذا وكذا افعل للا هروها لازم او فعل للا سوزن افعل للا المضاهي المضاهي قعنسسا او افعل لليك مشابه اقعنسسا اقعنسسا خطان دان فقع اقعنسسا واحران جماء لو ايا هر دوكيا او يان سي حرفية لأصلا قاع سبوة او يان سوار حرفية بيشا احران جماء بلا او حر جماء جاء بيحران جمالا افعل للي رباعي بإقعان سسالاً افعل اللي ملحق بالرباعي وهي ثلاثية ملحقة بالرباعي وكذا وكذا ما ألحق ما به ما لحق به كوا بإفعلل كوا به كيت يعني بإفعلل بفعلل وفعلل وفعلل هروها أو فعلاني كملحق بإفعلل وفعلل لا الثلاثين أو نان اللي ذاكرها ككوا هد وحرم بأ إيه وحرم بأ إكو هدى ليكو هدى الفرخ فرخ إذا ارتعد كاتب بلر زي جوش كشتواك ألردين فيلا إكو هدى إحرم باء لريا هي فيما إحرم باء بلفظ إحرم باء بلفظ الماضي لا تتياتي معناك إذا انتفش تهيأ للقتال وتهيأ كاتي خوي فش كاتو بوشر فيلا إحرم باء إحرام باكم شو ساخر لا المجلوم قاموس أفرمي إحرام با يعني بحق زانية بألفة يعني رب بهم زينو سيو بلا ما أفرمي إحرام بأديكو بألف بهم زبلن بلا ما ساخي كروتو كإحرام با بهين بألف هرسيمي وكذا حتم لزوم ما اقتضى نظافة كطهر ونظفة طهر ونظفة كان يعني خاوين بول لما تما شاك مقتضي داخوازي خاوينيك أو دنسا يا داخوازي شفاليبك كدنسا ووسخة ونجوسة ما بل نجوسة باشت هرسي كان يعني شفال بو بيز بو أو اقتضى عرضا أي معنى غير لازم خلنا عرض أو لقال سجية وطبيعتها فرقية طبيعة أمينيتها بلام عرض زوروا أي معنى غير لازم معناه كي غير لازم كزور نمينيتها كمرض وبرئ وفرح ندل خوشي ونتشاب ونوين خوشي ونن خوشي كان بردوام لي دواي إيه؟ أو طاوع فاعله فاعل الفعل المعدى لواحد يا فاعلي أم ورقري أسري فاعلي أو فعليك متعدب ولا إياك مفعولة كمده فامتد أو الرايك يشاء يجراك شاء ودحرجته فتدحرج من أو امتلدى يشتلي خوارت إيه؟ والمطاوعة قبول ملا قبول لا تتصيب ملا علي خلنه دخول وقبول والمطاوعة قبول المفعول فعل الفاعل مطاوعة بريتي له مفعول فعلك لصيغيك ترى فعل فاعلك ورقريا كعلمته فتعلم يعني من درس بيقول ايش فيري درسك ابو هو كليريا مفعول اللي انا قبولي اسري علمته كردو لفعلك ترى كتعلم دركوتو فإن طاوع المعدى لاثنين كان متعديا لواحد أما أقر فاعلك مطاوعي فعلك يكن فاعلي فعلك يكن متعدي ولا يدوان أو اخت فعل مطاوعك متى متعدي ولا إياك أو شيء كسيت زيدا جبة فاكتساها جبيك مكربة بري زيدا أو جبيك إلا بركر يسألوا كسوت زيدا جبة دون مفعول يكسي مطاوعك إيش يعني ما هو إيش يعني إيه بالله وعدي لازم تواي ترفيقك عفوا تطوى عمري تينا قشت مبدا حركته فتدحرج حركته على نحو الاستدارة حركته بلا
حركته على نحو استدارة. جولان بشوي خل خوارنا قد تلدان ونيا. استدارة يعني. تلدان خلانا وا. جولان بشوي خلانا وا. وعد لازما بحرف جري إيه وإن حذف إيه فالنصب فالنصب للمنجري إيه تعديب كف فعلي لازم بس يبقى حرف جر بلا ما قر حرف جرك أو حرف كر أو مجرورك لرسي أبي منصوبة بيت لا بنزع خافض أيوه نقلا وفي أي شيء نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو نقلا يعني بسماع قياسينية هم جارية حرف جر حذف كيو مجرور كمنصوب كي أما قياسينية بلام لأن أنا قياسين كحرف جر اللي حذف كردن مجرور كمنصوب بلا محلة للفظة ديارنية لمحلة منصوب بلا بلام بشرتي قياسين كأمين بلا التباس يعني قال حرف زرك اللي حذف كر معناه كي نقوره ساري واي معناه كأقوره وناتواني حذف كي لا نمونك يا باش درك دي وخوين أم ذا أن يدو وكو بيام سير بخوين ياندا دي أخوين أخوتان لفقها خونو تانا أن يدو يعني يعطو الديتا بيام سير بوتايا فسرق خوين ياندا بكابري وإن حذف حرف الجر فالنصب ثابت للمنجري ثم هذا ونقول عدي فعلا لازما إلى المفعول به بحرف جر نبيجه عدي له تارك شو وعدي فعلا لازما إلى مفعول به إلى المفعول به بجر بحرف جر نحو أجبت من أنك قائم قادم من في مسير بكتهاتي أتلير يا أجبت لازما كتعدايك لو بلا أنك قائم بيبا من تعدابك كيبات علم وثبت عجبت من قيامك إيه وفرحت بقدومك أو لا فرحت تعدايك لو بس يبا بحرف جر إيه أو يعني بمصدري مؤول أو شام ومصدري صريح بواسطي باك بو وعده أيضا بالهمزة بباب إفعالك وأذهبت زيدا زيد من راونا ذهب زيد يعني زيد بخوي الروي اللهم أذهبت زيدا يعني زيد مرام راهنا ايه سبيت تطغي عجبت وكوسه فريحت وكا ايه لا سجايا كان ما يوصل عجب اتواني بلا سجايا جنية نقول ديت اروح كتب يعني عرضة والله فرحك والله فرح ايش هالوايا هيك كان سجاياني هذو كان عرضا او عرضا إيه وبالتضعيف نحو فرحته إيه كنا باب تفعيل فرحته فرح زيدون دلي خوشبو فرحته من دلم خوش كده فرح خوي لازم بل وإن حذف حرف الجر فالنصب ثابت منجري أقال حرف الجر قاعد ذكر نصب ساوكو واختار موسى قومه من قومه وأقال إصهار تنخون بيت يعني إيه ثم هذا الحذف ليس قياسا بل نقلا عن العربي يقتصر فيه على السماعي ام حذفني حرف جر ومسكني مجرور كونبي قياسي بل كون نقل العرب وتنيا كردك ليتو لسراويك بسراوه كقوله تمرون الديار ولم تعجوا واو تعوجوا إيه؟ ولم تعوجوا كلامكم كلامكم كمو وهذا ودروسك كلامكم علي إذا حرام إذا حرام ذلك شو يقول شعرك تمرون الديار ولم تعوجوا إيه؟ كلامكم علي إذا حرام بملاتا أرون لا من لا نادا ليكو أبو خسكرني يا ولا سر من حرام به أنت ما شو عندك بتيسي ميان داريك إيه ثم ليريا شي معنى هي ليرا تمرون ديار خوي تمرون بالديار يبوا بيك اللي يبوا تواني بنزع خافض لم شعراه بل وقد يحذف ويبقى الجر كقوله أشارت كليب لا إما إني إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع بالأكف الأصابع يقدر في يقين شعرك إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف بالأكف كرة أكف جمع كفة أكف الأصابع أكف جمع كفاني لابيداس أصابع جمع أصبعيني بانجا أقر يكي أقوتي أقر قترا خيالك خراب ترين خيالا إشارة كابو لاي خيالك
كلي بنجكان بدستي شو بلي في دستي شو اكثر دست لبي دست وبنجر يعني لا خارت خراب رمي خوي ما اشارت الى كلي بن بو الى كرشتوك شي كلي بن منصوب نبو مجرور بو وحذف حرف الجر في أن وأن المصدريتين يطرد ويقاس عليه مع أمن لبس تعد بس جعل يعني حذف حرف الجر لأن أن أني مصدري وأن كديارك مصدرية عبيش هل كان مضطرد يعني قيازك ليت السري خوي اضطراد دو جوري يعني كان زورا يعني قيازك ليت السري اللي روته وخفنا يطردوا مع ناس يقاس عليه بلان بشرته مع أمن لبسين بشرت أمين بالله نجوراني معناه كذاري ويا قال حرف الركيل اللي هو كي معناه أجوره نستا يجين المنك هيس فل النبي كعجبت أن يدو يدو لا جواني أخوانا أن يدو أن يعطوا الدية كم سير أو خيالك خوانا دن خوان بدن يستليري أن يدو من أن يدو بخير حرف الركيل ليك لا وعجبت أنك قائم من أنك قائم ويفهم أي مني أن يدو ومن أنك قائم إيه ومحل أن وأن حينئذ نصب عند سيبويه والفرائي محل أن وأنك اللي رأك حرف جرك اللي حذف كلا لو كانت منصوبون لمحل لا بل سيبويه فراء وجر إيه وجر عند الخليل والكسائي لا امدو انا لا محل مجرور ما قلت فيها يدو بدون فرق فيها والله او انا فرمون لمحل منصوب شون كاقل اسمي صريع بها منصوب ولا محل مجرور شون كجاري وابا مجرور يدي قال المصنف ويؤيد قول الخليل قول الخليل ما انشده اخفشوا تأيد قصي خليلك كأفرمي لمحل مجرورة أمش عليك أخفش خنويتي وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالب أنا طالبه به ولا دين بها أنا طالبه كرة ده هي كمان أنا طالبه كرة أنا وقنا وخبنا أنا طالبه كرة هي أنا طالبه شعرك ورخنا داري شعرك ورخنا داري وما زرت ليلى وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه آفرين يا ستوا قال من بو يسلم لليلى نداو كحزم لي بها لبرو القرض يجناك من داوي كم لي وهيك يعني نبو نبو هيك يعني نبو خوشويستي شو نبو قرضك شكل لايبه استتمع شابكي ان تكون لان تكون بوا لا حرف زرك حذف كلا خوي أن تكون سنك جملة يوم مبنية رابا كدر ناكي بلام دينين كاسم مفرد وعطف كلا وتوسري مجرورة أجر تابع مجرور بيه بما تبوع كشبو بيه مجرور بيه هو دليل السلمة الله جاء بجر دليل بجر المعطوف على أن تكون على أن تكون فعلم أنها في محل جر في محل جر لرأى أوت الدينين من مجرور خلال وعطوة عطف بوصل أن تكون كواب زنا أن تكون لمحلها مجرورة فإن لم يؤمن اللبس لم يطرد الحذف أجر أمين نبو لقراني معنى حذفك قياسيني يعني لا نهكره نمونا كما أنسيا نحو رغبت في أنك تقوم استليرا رغبة ما هي رغبة دو معنى هي أجر بفي بي بمعنى حزلي كردنا كبا عن بي رغلي أبونا استليرا أجر أن في كي ليا وكي نازاني أما في بويا عن بو يعني دو معنى على قري حزم الرقم ليا كتوبة فيوي يا حزم لي يا كتوبة فيوي لبرو معناك أقوى ربح في حرف جرة كل ما أنت يقتي أبي أن في حذف نكرية إذ يحتمل أن يكون المحذوف عن ولا كردت يا كريم اللي هي فارزية بكباش شنك اللي رأى كيف محذوفك عن بأم جاء حزل يا كردنية وبيزارية إيه ولا يلزم من عدم الاضطراد أي القياسي عدم الورود أما كالين قياسينية لازم ناكل لو هرنش هات بيه هاتوا بلام شيء قياسيني وخارج بارنية فلا يشكل فلا يشكل بقوله تعالى ويلي كي بقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن إيه كابو إشكال بم آية درزنا بها زاني بقول فتأمل بخذ بلام زيرك وتفكره آية كه دو معناها لقريها
مالكو لي آياتك يا بوت جوانب وآياتك آقات ليه لسورة نساء آية هذي ما كتب لهن قل الله يفتيكم في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب فيما يتامى النساء اللاتي لا تؤتونه أجورهن خافتوا تنبودا الباري أكشهتي واني كيوم ماريك النادني وترغبون أن تنكحوهن بيزاريش لما ركرنك يعني هو قال عن به شنك جوانين بلان أولبر وميرات يعني هي بس الماري أنا كان بماويك أشكري فرمي وترغبون أن تنكح حجة كان ماري أنا كان لبر هنا كان لبر ماريك لبر سروتك كان أثنى بو هلا قري حزلي كان بيو هم قبي يزاري بيو حزن لما ركرني أنا كان لبر وجوانين حزن كان ماري أنا كان لبر وباري أنا هي هاتي من سروت يعني هادو كان هلا قري كوا فتأمل كوا يعني آتك فرقي وانا آتك بحث في عنك وفيك معناه كي لبريه ويكناشلين بيو لبسي تعلوز بيو بلكو دو معناي هل قرتو بو تحمالة الأوجه أبو طالب شتي كيش يفرمو والله يا ساق ويك أم زانين ها الله إشارة إلى أن المراد بعدم بالأمن عن الغير المشتمل على الفائدة التباسك كفائدة نبي يعني هل لا كان هل قريب والله متونة زاني كمان والله من إيراه ذاك عبد الله الله قريب تماشى أنا عشرين كان كي عن أنك تنكحونه تمام شاء بارك أنا كي كأن اللي رأوا بيسا حمال أبي يكشوا في أن تنكحونه بل وعليك الله درس أخيان فأنا طالب هو وعليك سيليك جناب فرم بلي أنا إيه أنا شو أنا هو أنا ألف فقين أخيان ليه تبع عمري القرآن أبو بني ما أنا أقل ألف بيدو يا أخوي إن جوابه شو أنا شو أنا استكال قل لا أعبد ما ولا أنا عابد ما عبده هرواني القرآن أي شو هم يعني أو ألف أن وسريع بلا من لو أخفى أخي عندي توه يعني قال راوسي لسري ولا أنا الحمد لله أخره ولا أنا عابد بلا من آوى لا من فقه كده جار أخو من كاك وقني بخير أنا قال بيك أبى شو شو ألم كروق ناوي خود نادر نادر راح الفقه بلا قد الله